مشاهدين الكرام نبدأ وإياكم بأولى فقرات حلقتنا لهذا اليوم إلى نافذة ستار بوست. أهلا بكم إلى نافذة ستار بوست مشاهدينا الكرام. معنا اليوم رئيس مركز أبعاد للدراسات والدراسات الأستاذ عبد السلام محمد. مشاهدينا الكرام سوف يكون معنا وضيفنا في هذه النافذة عبر الهاتف، لكن قبل أن نأخذ معه الاتصال دعونا نشاهد سويا هذا التقرير عنه. عبد السلام محمد صحفي يمني أنشأ صفحته في الفيسبوك في العام 2009، لكن تفعيلها بدأ من العام 2012 ويبلغ عدد متابعيه ما يزيد عن 9000 متابع ومتابعة، بالإضافة ل5000 صديق، وهو رئيس مركز أبعاد للدراسات والبحوث، وحصل على ماجستير من جامعة صنعاء من قسم الصحافة، وكان يشغل منصب مدير التحقيقات الصحفية في وكالة سبأ اليمنية. يناقش في صفحته كثيرا من الأمور المتعلقة بالشأن اليمني، خصوصا ما يتعلق بالقضية اليمنية ومأساة الانقلاب التي يعيشها اليمنيون. يعمل على محاربة الفكر الحوثي المتطرف الذي قضى على الدولة ومقدراتها، ويدعم شرعية الدولة وبسط سيطرتها على كامل التراب الوطني من خلال كتاباته ومقالاته والأخبار التي ينشرها على صفحته في الفيسبوك، بالإضافة إلى نشره في صفحته العديد من مشاركاته البحثية ومقابلاته التلفزيونية. الصحفي والإعلامي ورئيس مركز أبعاد دراسات الأستاذ عبد السلام محمد معنا عبر الهاتف، مرحبا بك أستاذ عبد السلام. أهلا وسهلا بكم، حياك الله في هذه النافذة. هذه النافذة نتحدث عن طبيعة نشاطك على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن حدثنا في البداية عن طبيعة نشاطك على مواقع التواصل الاجتماعي ثم نتحدث عن مركز أبعاد للدراسات. طبعا أول هناك ملاحظة بسيطة جدا على التقرير، أنا لم أحصل على الماجستير ولكن تمهيدي الماستر الماجستير، وتوقفت الأمور عند بدء ثورة 2011. عموما مواقع التواصل الاجتماعي هو ثورة بحد ذاتها تمهيدا لثورة الربيع العربي، وأحدثت ثورة في الفكر وأيضا في ثقافة في إطار المجتمعات المحلية، بالذات المجتمع اليمني وبالتحديد نعم أوائل الذين أنشأوا حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر وفيسبوك، لكن لم يكن هناك مرتادين كثيرين وذات تأثير كثير خلال الفترة الماضية إلا من خلال أثناء هو أصبح نافذة وتفرغت لها تماما عن كتابة المقالات الصحفية، وتوقفت عن كثيرة في الصحف المحلية والدولية مثل إذا تعطيني فرصة لإبداء. سيد عبد السلام تفضل. تحدثت بالبداية، طبعا نتمنى يعني حصولك حتى على الدكتورات والدكتوراة وأيضا يعني شهادات أعلى بحسب نشاطك، والناس تتحدث عن هذا النشاط، وأن تحدثت أيضا على بالنسبة لحديثنا عن مواقع التواصل الاجتماعي كرست أغلب يعني جهودك ودراسات والأبحاث التي تقوم بها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. ما علاقة مركز أبعاد بمواقع التواصل الاجتماعي، وما مدى استفادة هذه الأبحاث التي الصادرة عن هذا المركز ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي؟ بالنسبة للمركز أبعاد هو لديه صفحة خاصة في الفيسبوك وتويتر، وهو ينشر لهذه الصفحة من خلال صفحة الشخصية سيما هو رئيس لمركز أبعاد للدراسات، إلا أنني أبتعد جدا عن الجانب الرسمي في صفحتي وأكون أكثر ميولا لمناقشة تنتشر على صفحات التواصل أو تكون فيها أكثر يعني أحاول من خلال هذه الصفحة أن أبين وجهة نظري، سواء قد تتضح الرؤية أو أيضا الذين الصوت يتقطع وأيضا لبعض الأمور
فيها جانب ايضا مرتب لل الصوت يتقطع سيد عبد السلام، لكن عموما ما فهمت منك بانك انت ايضا هناك صفحه اخرى بالنسبه لي او صفحه اللي تابعه لمركز ابعاد للدراسات تقوم بنشر هذه الدراسات، وانت كرست ايضا عمل تبين او توضح وجهه نظرك عبر صفحتك الشخصيه. حدثنا عن طبيعه الاعمال الصادره عن مركز ابعاد وعن طبيعه الاعمال او الرسائل التي توصلها في صفحتك الشخصيه بناء على ما تحدثت عنه من وجهات نظر تقربها الى متابعيك على عبر مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا هناك ما إلا جزء من السؤال وحاول حول طبيعة. نعاود الاتصال مجددا بك سيد عبد السلام، ربما الصوت يتقطع، إذا تمكننا من المعاودة في الاتصال أعتذر على هذا الخلل. عموما إذا تمكننا الاتصال وأصبح أفضل ما هو عليه نعاود ونستكمل معك باقي النقاش، لكن الآن مشاهدينا الكرام ننتقل إلى نافذتنا التالية، نافذة تواصلكم. أهلا بكم إلى هذه النافذة مشاهدين الكرام، هذه نافذة لكم نستقبل فيها اقتراحاتكم ومشاركاتكم وآرائكم عبر مواقع التواصل التابعة لقناتنا فيسبوك وتويتر ويوتيوب. اليوم سوف نقف مع أحد المقاطع المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي للمقاوم عبدو العنسي يشحذ همم المقاومين من أرض الرباط، نتابع سويا. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين. في هذا المكان وفي زمان غير هذا الزمان كان الإرهابي المجرم ضبعان يعيش في هذه البقعة وفي هذا الكهف مختبئا كالجرذان، ظن أن لن يقدر عليه أحد وأن لن يصل إليه أحد، فأبى الله إلا أن تصل كتائب المقاومة والجيش الوطني منتصرين. أخرجوه من الكهف هاربا متخفيا متلثما، بينما صعدناه أعزاء كرماء ظاهرين نعلن للعالم بأكمله أنا سندك حصون الباطل. تلك مساكنهم لا أقول كانوا في القصور بل في الجحور كالفئران، أتذكر القذافي حينما كان يقول الجرذان، فأقول نعم كان هنا يسكن الجرذان. من أعلى قمم القصور سقط المخلوع إلى أعمق بالوعة في صنعاء، ومن أعلى قمم جبال صعدة كان السيء عبد الملك يقع في أقنى كهوفها خائفا مبتذلا مستخبيا، هذا إن لم يكن هاربا في طهران. لكن نحن بقينا على أرضنا نحمل أسلحتنا نعلن صمودنا نعلن بقاءنا نعلن تحدينا نعلن ظهورنا نعلن أننا سنصل تخوم صعدة وسنصل صنعاء محررين بإذن الله. الخوف لا يزورنا واليأس لا يصافحنا والتفاؤل دائما معنا والنصر قد صار في أعماقنا، والأمل والتفاؤل نصنعه من بين كرباتنا ومصائبنا. رصاصاتنا بارودها ليس البارود الذي تعلمونه، لكن باروده قطرات دمائنا قطع من لحامنا وقليل من شظايا عظامنا لنقتل بها بعد فضل الله عدونا. اجتمعنا من أماكن عدة ومن بقاع عدة ومن أراض عدة، أعلن تجمعنا والتقاؤنا حب الله وحب الدعوة وحب الحرية. رفضنا أن نموت أذلة مسحوبين، مفجرة منازلنا مهدومة دورنا، فإن كان ولا بد من الموت فعلى ساحات المعارك وعلى صهوات طقومنا، لأنه لا خيول لنا سنقتل بفضل الله عدونا. كان في يعيس رباطنا وفي حمة ورمه وجودنا، وعلى أرض مأرب وفي هران وفي نهم كتائبنا، وكذلك في البيضاء وفي ذي ناع ورداع كان وجودنا، وعلى الأرض تثبت الرجال وجودها من إخواننا على تعد، وسنكون في إب وسنكون في ذمار وسنأتي بجحافلنا طال الوقت أن قصر. نحن أمة الحق منتصرة، لا نقولها تخيلا ولكن ثقة برب أملكنا العقول وأتانا العلم وعلمنا الحق على لسان نبيه، لن ينتصر الظلم أبدا ولا الطغيان.
سلوا ميليشيات الحوثي والمقلوع. هل نحن أمريكان أو صهاينة؟ هل نحن مجوس أو فارسية؟ هل نحن طغاة جبابرة؟ هل نحن من سرق البنوك وأفرج عن السجناء؟ هل نحن من داس ضفائر النساء يوم أن قالت لهم بلسان الحال والقبيلة صونوا أعراضنا وأخرجوا أولادنا؟ هم ميليشيات بلا أخلاق، بلا قيم، بلا مروءة. كل قبيح يصافحوه، بل يعانقوه، بل يجعلوه صاحبا لهم، وكل جيد يتركوه، يفارقوه، يطلقوه. ما من قبيح في العالم إلا وقال أعوذ بالله من ميليشيات الحوثي والمقلوع. ما من ظالم وشيطان مارد من الجن والإنس وسمع ميليشيات الحوثي والمقلوع إلا وأعلن التوبة خوفا وخضوعا لله، وقال ما مارس هذه الأعمال حتى الشيطان الرجيم. قتلوا، ذبحوا، سلخوا، نكلوا، صنعوا كل قبيح يمكن أن تتخيلوه. العالم سجنوه، الداعية اعتقلوه، المفكر أخذوه، اختطفوه، والقاتل والسجين والمجرم واللص المحارب أفرجوا عنه وألبسوه رتبة العميد والعقيد وإلى الجبهات نقلوه. تلك ميليشيات الحوثي والمخلوع، ظلم. عودة لنصور هنا. هنا كان يمكث ضبعان. ألا ترون المكان يدل على حقارة هذا الإنسان؟ يا للعجب، أين رحلت أيها الضبع؟ أما زلت في تعز تقتل الإنسان؟ أقول لك يا ضبع، الحمد لله أخرجك الله من جحرك وألقاك تكون تعز ليقتلك من قتلتهم بإذن الله. اللهم عليك بضبعان والمقصود. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. تحية إلى المقاوم عبدو العنسي من أرض الرباط. مشاهدين الكرام، عودة إلى نافذة ستار بوست، وأجدد الترحيب بالأستاذ عبد السلام محمد. هل تسمعني جيدا الأستاذ عبد السلام؟ أهلا وسهلا، نعم اسمعك. طيب، كنا نتحدث عن طبيعة نشاطك على مواقع التواصل الاجتماعي وطبيعة ما يقوم به مركز أبعاد من نشره من دراسات. ما هي أكثر المواضيع تفاعلا ورواجا لدى متابعي أو المهتمين بكل ما يصدر عن مواقع التواصل الاجتماعي ومركز أبعاد تحديدا؟ طبيعة مواقع التواصل الاجتماعي تختلف عن الصحف والمواقع الإخبارية، وأجد ربما تفاعل القراء والمتابعين في القضايا الإنسانية أكثر من أي قضية أخرى. حتى موضوع الدراسات ليست لديها هناك متابعة كثيرة جدا، إلا في حال اختصارها كرؤى بسيطة يمكن القراءة. أمامنا معي في مسألة التواصل الاجتماعي التعامل معها أن ترتبط بحدث وقضية تهم أكبر قدر ممكن من اليمنيين. نعم، فهم ورؤية واضحة جدا بالذات التي تتحدث عن المستقبل، وهذا ما تخصصت فيه في صفحتي، وهو أن أقدم آراء للواقع منطلقا من خلال أحد سيناريوهات المستقبل. وهذا الأمر له نخبة محدد. نعم، يبدو أن هناك أيضا المشكلة لم سيد عبد السلام. نعم، أتسمعني جيدا بدون تقطع؟ نعم أسمعك الآن. لا كان تقطع فني أحيانا. طيب، أختم معك برسالة أخيرة تحب أن توجهها إلى رواد أو الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي ولديهم أعداد كبيرة من المتابعين. أولا يجب الاستفادة من هذه مواقع التواصل الاجتماعي. هناك علماء وهناك مشايخ وهناك رجال علم وأطباء ومهندسين لديهم ربما بمئات الآلاف المتابعين، ولكن لا يوجد اهتمام واضح في حساباتهم لهؤلاء ولا طريقة تفكيرهم، وإنما فقط المتابعة تمت بناء على وضعهم بما يتلائم مع تفكير الناس وعدم استصغارهم وافتقارهم. شكرا لك أستاذ عبد السلام محمد، رئيس مركز أبعاد للدراسات، كنت معنا في نافذة ستار بوست. مشاهدينا الكرام، بهذا نتوقف
مع فاصل قصير. بعد الفاصل نستكمل باقي نوافذ حلقتنا لهذا اليوم، نافذة اليمن في الإعلام العربي والغربي، وكذلك نافذة أعلام يمنية سوف نتعرف فيها على الراحل صاحب البصمة الخيرية المحفورة في ذاكرة اليمنيين الدكتور طارق سنان أبو لحوم. مشاهدين الكرام أرجو التكرم بالبقاء معنا، فاصل قصير ثم أعود إليكم. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم. ما زلنا مستمرين معكم على الهواء مباشره من برنامجكم فانوس شات. مشاهدينا الكرام نبدا معكم بنافذه اليمن في الاعلام العربي والغربي. أهلا بكم إلى هذه النافذة. البداية بتقرير لقناة الجزيرة الذي تحدث عن تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية وعن عرقلتهم لمسار التسوية السياسية في مشاورات الكويت، وأيضا رد الحوثيين على المقترح الذي قدمه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ. ماذا كان في التقرير؟ نتابعه سويا. فعلها أخيرا ولد الشيخ أحمد، يعلن عن مقترح جديد للحل، هو عمليا خريطة طريق كما وصفت لإنهاء الصراع في اليمن، يتضمن البدء بإجراء الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في القرار 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية على أن تتولى هذه الحكومة الإعداد لحوار سياسي يفضي إلى حل شامل. فماذا يكون رد الحوثيين؟ يأتي الرد على محورين: عسكري ميداني وسياسي تفاوضي. عسكريا يندفع الحوثيون من أربعة محاور وبشكل مباغت نحو قاعدة العند الجوية، يسيطرون على مواقع جبلية استراتيجية تطل على القاعدة، كما يتقدمون في اتجاه ممر الملاحة الدولية في باب المندب. سياسيا يفعلون أسوأ، بحسب البعض يعيدون المفاوضات إلى ما قبل المربع الأول، يشترطون البحث في صلاحيات الرئيس قبل أي بند آخر، فالرئاسة في رأيهم يجب أن تكون مجلسا، ما يعني فعليا نزع الشرعية عن عبد رب منصور هادي وجعل منصب الرئاسة أقرب إليهم وإلى حلفائهم، وهم يرون في هذا تحديدا المدخل الوحيد للبدء في إجراء الترتيبات الأمنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، هذا عمليا انقلاب على أساس مفاوضات الكويت. فقد تمت الدعوة وقبلت على أساس البحث عن حلول تأتي من تنفيذ القرار الدولي 2216، أي أن القرار أساس ومقدمة لا نتيجة، لكن الحوثيين وقد قبلوا قاموا بما ينقض ما قالوا إنها التزاماتهم، فهم رفضوا سحب السلاح الثقيل وإخلاء المدن التي سيطروا عليها، وأكثر من ذلك ظلوا يصعدون عسكريا لفرض حقائق جديدة على الأرض تجعل من انصياعهم للقرار ضربا من الخيال السياسي العصي. فعلوا هذا مع علمهم أن شرعية الرئيس تحديدا منصوص عليها في القرار الدولي، وأن المفاوضات تجري تحت سقف الشرعية لا عليها. يعلم ذلك أيضا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، لكن الرجل يواصل الاستراتيجيات التفاوضية نفسها التي اعتمدها سلفه، أي التأقلم مع تصعيد الحوثيين والضغط على وفد الشرعية، ما يعني في نهاية المطاف تسليم البلاد للحوثيين بموافقة مفترضة من خصومهم، بينما تكمن مهمة ولد الشيخ أحمد في إجراء مشاورة السلام على أساس المبادرة الخليجية ونتائج الحوار الوطني الشامل، وأن يقوم بتحميل الحوثيين مسؤولية تعثر المشاورات مع ما يترتب على ذلك من تبعات ثقيلة عليهم سياسيا وعسكريا. وفي نفس السياق تحدث الوفد الحكومي بأنه لم يتوصل إلى حتى هذه اللحظة إلى أي اتفاق. المزيد حول هذا الموضوع نتابعه بتقرير لقناة العربية.
موقف حازم سعى الوفد الحكومي المشارك في مشاورات السلام اليمنية المنعقدة في الكويت لإظهاره بعد يوم واحد من إحاطة تقدم بها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى مجلس الأمن، تحدث فيها عن خارطة طريق لحل الأزمة وما تلاه من إعلان وفد الانقلابيين تمسكه بعملية سياسية أساسها مؤسسة الرئاسة وتشكيل حكومة وحدة انتقالية قبل بحث الإجراءات الأمنية والعسكرية. خارطة الطريق الأممية التي بدأت تتبلور بعض ملامحها بانتظار تقديمها رسميا للأطراف المشاركة خلال الأيام القادمة، استبقها الوفد الحكومي ببيان أكد فيه أنه لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى الآن، مرجعا ذلك إلى عدم التزام الانقلابيين بالمرجعيات. البيان شدد على أنه لا يمكن الحديث عن أي ترتيبات سياسية قبل انسحاب الميليشيات وتسليمها للأسلحة واستعادة الحكومة الشرعية لمؤسسات وأجهزة الدولة، وأن الشراكة السياسية يجب أن تكون بين قوى وأحزاب سياسية لا تتبعها ميليشيات. وفد الحكومة اليمنية أكد في بيانه على سعيه لتحقيق السلام الذي قال بأنه يجب أن يكون قائما على تحقيق العدل وحماية الشرعية وإنهاء الانقلاب بجميع مظاهره وآثاره، وبحسب المرجعيات المعتمدة ومنها القرار الأممي 2216. بيان الوفد الحكومي وما سبقه من رد فعل للوفد الانقلابي تجاه الحديث عن خارطة الطريق الأممية يرى مراقبون أنه يؤكد صعوبة المهمة التي تواجه الأمم المتحدة بعد شهرين كاملين من مفاوضات يبدو أنها لم تنجح حتى الآن في زحزحة أي طرف عن مواقفه، وهو ما جعل عجلة السلام اليمنية تقف مكانها رغم محاولات أممية ودولية للدفع بها نحو الأمام. أما الإخبارية السعودية، تحدث تقريرها عن عملية الموسعة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإنقلابية باختطاف عدد من المدنيين بعد عملية تبادل الأسرى التي وقعت بين الطرفين. لم تمض ساعات قليلة من تبادل الأسرى بين المقاومة الشعبية والميليشيات الإنقلابية في تعز، حتى سارعت تلك الميليشيات إلى شن حملة اختطافات واسعة في صفوف معارضيها المؤيدين للشرعية في مناطق سيطرتها. فقد شنت الميليشيات حملة اختطافات في صفوف المؤيدين للشرعية في الأحياء الشرقية والشمالية لمدينة تعز وفي مناطق متفرقة تحت سيطرتها، وصل عددهم بحسب التقديرات إلى أكثر من 13 مختطفا، وهو السلوك نفسه في محافظة البيضاء والتي أقدمت فيها على اختطاف شيخ قبلي وأحد أفراد أسرته، والهدف هو مبادلتهم بأسراهم لدى قوات الشرعية، والذين وصل عددهم في تعز لوحدها إلى أكثر من 15 أسيرا، فيما أسرى قوات الشرعية قليلون جدا. من شاهد الآن على الواقع أنه يتم فعلا إطلاق أسرى موجودين لدى الحوثيين، وفي اليوم الثاني يتم اختطاف كثير من أبناء تعز من الشوارع، من محلاتهم، من بيوتهم، سواء في صنعاء أو في تعز في الحوبان. نقول أن يجب التفرقة هنا بين أمرين، هناك أسرى فعلا للمقاومة لدى الحوثيين، وهم أسرى نسميهم أسرى مقاومة لا يتجاوز عددهم 40 شخص، وقد تم الإفراج عن بعضهم، ولكن الأغلبية الموجودة عند الميليشيات هم عبارة عن مختطفين ومعتقلين من منازلهم ومن أماكن أعمالهم. مثل نظام الرهائن واحدا من أبرز مظاهر العنف السياسي لنظام بيت حميد الدين ضد معارضيهم، وهي السياسة نفسها التي تمتهجها ميليشيا الحوثي وصالح ضد معارضيها ولكن بأسماء وأساليب مختلفة. سياسة الاختطافات ضد المعارضين والخصوم هي سياسة مشتركة بين ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح وبين حكم الأئمة، هكذا يقول اليمنيون. محمد الحذيفي، الإخبارية، تعز. وعودة إلى مشاورات الكويت، نتابع تقرير لقناة أورينت نيوز الذي تحدث عن وصول بان كي مون إلى الكويت لبحث حل الأزمة اليمنية. زيارة جديدة ولعلها ستكون الأخيرة في مسيرة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى الكويت الأسبوع المقبل، بغية تمرير مشروع اتفاق جديد بين الأطراف اليمنية في المشاورات المنعقدة بالبلد الخليجي. مصادر دبلوماسية مقربة قالت إن مون ناقش المشروع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء لقائهما بمقر الأمم المتحدة في نيويورك سابقا، وبأن الاتفاق يقضي
بتشكيل لجنة عسكرية وحكومة وحدة وطنية للإشراف على الانسحاب من المدن وتسليم السلاح وإنقاذ اقتصاد البلاد، إلا أن رد وفدي الحوثي وصالح ببيان أعاد المشاورات إلى المربع الأول بعدما جددوا تشبثهم بتشكيل سلطة سياسية قبل تنفيذ القرار الأممي رقم 2216. كما اشترطوا في بيانهم الاتفاق على حكومة وحدة وسلطة انتقالية قبل تنفيذ الانسحاب من المدن وحل ما يسمى باللجنة الثورية وتسليم أسلحة الميليشيات إلى الدولة. الوسيط الأممي ولد الشيخ أحمد سبق وقدم إحاطة للأمين العام بن كيمون بآخر مستجدات الملف اليمني متفائلا بأن البلد على طريق السلام، إلا أن جميع المعطيات على أرض الواقع تشير إلى ضبابية مشهد الحل السلمي، وذلك مع إصرار وفدي الحوثي وصالح على عدم تقديم تنازلات ومع اشتعال مختلف جبهات القتال بالمعارك التي يدفع ثمنها الشعب اليمني. ومشاهدينا الكرام، نختم هذه النافذة بمحافظة عدن ونتابع سويا تقرير لقناة سكاي نيوز عربية الذي خصخص موضوعه عن حظر الدراجات النارية كخطوة من الحزام الأمني في المحافظة لاستبداد الأمن والاستقرار. نتابع. قرار جديد اتخذته السلطات الأمنية في مدينة عدن يحظر حركة الدراجات النارية داخل المدينة. القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ السبت المقبل جاء نتيجة استخدام هذه الدراجات من قبل جماعات مسلحة لتنفيذ عمليات إجرامية. استخدام التنظيمات المتطرفة مثل القاعدة وداعش للدراجات النارية في عمليات الاغتيالات والهجمات الانتحارية ونجاح المنفذين في الفرار السريع أمر دفع السلطات إلى اتخاذ القرار بمنع تجولها في الشوارع للحد من تلك العمليات. تم اتخاذ قرار منع والنظر فيما تسببه الدراجات النارية من عمليات إرهابية وتفجير وضرر في هذا الجانب، فقد اتخذت قيادة الحزام الأمني قرار منع الدراجات النارية من يوم السبت. لكن من ناحية أخرى فإن الكثير من مالكي الدراجات غايتهم الانتفاع بها، وآخرون يعتمدون عليها كمصدر للرزق، رغم أن حركة الدراجات في المدينة ظاهرة جديدة عليها. تقل تصرف على عسار، تصرف تعيل بيوت، إيجار تعيل بيوت، يعني من مصدر رزق لكل الناس. هذا القرار صراحة فاجعنا، يعني قرار لا يناسب أن يمنع السياكل ألا لكان بجيب لنا بدير شغل وظائف ولا بيعسكرون عسكرة. معظم سكان عدن يؤيدون قرار منع حركة الدراجات النارية من أجل وقف أعمال العنف، فضلا عن الحفاظ على خصوصية عدن التي كانت المدينة الوحيدة في اليمن التي لا تستخدم فيها الدراجات طوال السنوات الماضية قبل أن تظهر في شوارع المدينة خلال فترة الحرب الأخيرة. الدراجات النارية لم تكن موجودة بعدن وهي ظاهرة جديدة على عدن، ولكنها استخدمت استخدام سيء لأغراض إرهابية، وعبرها تم قتل كثير من رجال الأمن وكثير من المواطنين، والقرار بمنعها قرار صعب. مساعي السلطات الأمنية في عدن إلى اتخاذ هذه التدابير تهدف بدرجة رئيسية إلى تأمين المدينة وحفظ أمنها والحيلولة دون وقوع جرائم جديدة تستهدف الأجهزة الحكومية والسكان معا. إلى نافذتنا التالية، نافذة أعلام يمنية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، اليوم سوف نتعرف على رجل الخير الذي ما زالت بصمته محفورة في ذاكرة اليمني لما له من أعمال خيرية. نتابع سويا مشاهدينا الكرام مع دولنا الزملاء عن الراحل الدكتور طارق سنان أبو لحوم. الدكتور طارق سنان أبو لحوم الرجل الذي تحلى بمحاسن القبيلة ونبلها واتجه نحو بناء المجتمع المدني وتنويره بفضيلة العلم، إحساسا بمسؤوليته التاريخية وإيمانا بدوره المنوط تجاه وطنه وإسهاما منه في تحريك عجلة الحضارة والتنمية وتطوير مناحي الحياة الاقتصادية والصحية والاجتماعية والمعرفية، وكانت تلك أبرز خصال حضوره البارزة.
أما نصف حياته الآخر فنذره لمساعدة المعوزين والمحتاجين من أبناء اليمن وإقالة عثراتهم حتى عرف برائد العمل الخيري في اليمن، بل إن مواقفه الإنسانية تجاوزت حدود الوطن بالوقوف المعهود عنه مع نازحي دول أفريقيا وخاصة متضرر الحرب الأهلية بدولة الصومال. وهناك له بصمات حاضرة في رفض مسلم البوسنة والهرسك، ولن ينسى كثير من المغتربين اليمنيين المنكوبين على خلفية أزمة الخليج في عام 1990، تلك اليد البيضاء التي امتدت إليهم كأم حانية أو أب حنون. وقبل هذا وذاك رفعه لمعاناة المرأة اليمنية في السجن المركزي بصنعاء والحفاظ على كرامتهن وتقديم العلاج النفسي لهن كأول بادرة يمنية ومستهل العمل الخيري للدكتور طارق. أسس الدكتور طارق لمشروعه العلمي الأبرز في البلد جامعة العلوم والتكنولوجيا، وتبنى العمل الخيري بإنشائه جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية التي وصلت أنحاء اليمن. أسس كل ذلك بهدوء تام بعيدا عن الصخب الإعلامي والترويج الشخصي عند وضع حجر الأساس أو قص شريط الافتتاح، لكن حضوره تمثل في تجسيد الأهداف التي رسمها واقعا عمليا مشهودا له من قبل الجميع والناس شهود الله في أرضه. الدكتور طارق سنان أبو لحوم في تعريف زيد الشامي، وذلك الرجل الذي حفر اسمه في ذاكرة الجيل حاملا لراية البر والخير والإحسان، ترك بصمات لن تنسى في خدمة المجتمع، وظل ينأى بنفسه عن المناصب السياسية التي عرضت عليه، وكان شديد الحرص أن يكون لكل الناس بغض النظر عن توجهاتهم السياسية أو مناطقهم الجغرافية. الدكتور طارق سنان عبد الله أبو لحوم من مواليد إب عام 1946، طبيب أطفال بشهادة دكتوراه، عضو هيئة التدريس في جامعة صنعاء منذ عام 1985، مؤسس ورئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية، ثم رئيس المجلس الأعلى للجمعية منذ عام 1990، مؤسس ورئيس مجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا، ثم رئيس مجلس الإدارة منذ عام 1993 وحتى وفاته، رئيس مجلس إدارة مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا منذ 2005، رئيس مجلس إدارة شركة الموارد للخدمات التعليمية والصحية. له حضور بارز في كل المؤسسات الخيرية المعنية بمساعدة المحتاجين، قدم عددا من الأبحاث العلمية في مجال طب الأطفال والدورات التدريبية في مجال العمل الطوعي والإغاثي والخيري، ساهم في تأليف مناهج طب الأطفال لكليات الطب في جامعتي صنعاء والعلوم والتكنولوجيا. حتى في مناصبه كان يختار منها ما يتناسب مع أهدافه السامية في خدمة المجتمع، رافضا كل المناصب التي تحيله أو يتوقع أن تشغله عن استراتيجياته في مد جذور العلم وتلمس حاجة الفقراء والمعوزين. هكذا حضر الدكتور طارق أبو لحوم إلى ميدان الحياة بهدوء مستحسن، فامتدت يمناه الحانية مصافحة مئات الآلاف من البشر دون أن تعرف يسراه. وحينما غادر الحياة شكل رحيله فاجعة على مسار ونتائج العمل الخيري باليمن. تباغت جسده النحيل واختفت ابتسامته الإنسانية خلف جلطة دماغية فاجأته في إحدى سفرياته إلى ماليزيا في مستهل فبراير 2014، ونقل بعدها إلى أحد المستشفيات في الرياض، لكنه دخل في غيبوبة طويلة لم يفق بعدها حتى فارق على إثرها الحياة في أواخر مارس عام 2014، لكن مشاريعه وبصماته بقيت على قيد الحياة صدقة جارية وشاهدة له بحميد الخصال. رحم الله الدكتور الإنسان طارق سنان أبو لحوم. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. في ختامها لا يسعني إلا أن نقدم لكم شكري الجزيل على كرم المتابعة والإصغاء. تقبلوا تحيات محدثكم أحمد الفرحان، وأقول لكم تحيات طاقم البرنامج. ألقاكم بمشيئة الله تعالى غدا على نفس الموعد. دمتم ودام الوطن بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.